مرحبا بكم في الجزء الثاني من السهرة الختامية البرنامج علاش لا. احنا اليوم في النهائي الوطني بعد المستوى المحلي والمستوى الجهوي وكل التصفيات اللي حضرتوا عليها وتبعتوها، احنا اليوم في النهائي الوطني. ثلاثة جمعيات باش يمثلوا ولاياتهم، كنا شفنا قفصة، احنا توا في باجة، ونعاودوا نستقبلوا محلية الهلال الأحمر التونسي بنفزة اللي مثل الليلة في منال سبعي. مرحبا منال. على السلامة، مرحبا بكم عايشة. مرحبا بك وعلى دين الظوافي، ولينا نعرفوك بالكدا عليه. مرحبا. شنو احوالكم؟ لاباس؟ الحمد لله لاباس. باهي يا سيدي، احنا بعد ما نعاودوا نشوفوا كل رحلة باجة في برنامج علاش لا وجمعيات الآخرين ومبادراتهم من الأدوار الأولانية حتى لنوصلوا توا باش نحكيو معاكم على مشروعكم الوطني، خليني ساعة نعاود نرحب بمبروكة خضير زميلتنا. شكرا. اللي تحكي معاكم من منظور إعلامي والماركتينغ ديجيتال والقنوات وكذا والصحافي شنو يرى وكيفاش لازمكم، أكيد حاجة مهمة كيفاش نجموا توصلوا أفكاركم هذيا. لكن زادة لازمني نستقبل الدكتور ياسين الكلبوسي. مرحبا سي ياسين، الخبير في برامج الصحة واللي عندك تجربة مع أهم منظمات الدولية وتجربة ثرية حول العالم في مجال الإغاثة زادة. دونك الهلال الأحمر اليوم أكيد شي يكون عنده لكم ملاحظات قائمة. نحبوا نتفرجوا ساعة في التقرير اللي فيه نقدموا فيه ونذكروكم بكل المبادرات اللي تمت في باجة على مستوى باجة في برنامج علاش لا، ومن بعد نرجعوا للجمعية متاعنا. رحلة علاش لا في ولاية باجة كانت ممتعة، قابلنا فيها ثلاثة جمعيات توجهاتها مختلفة قدمت مبادرات قيمة بهدف تحسين محلياتها. جمعية صوت الشاب بباجة بادرت في الدور الأول بإنشاء فضاء دار الجمعيات، فضاء مشترك على ذمة أي جمعية تنشط في باجة وتحتاج المقر تمارس فيه نشاطها. جمعية شباب تونس يؤثر بتستور تمثلت مبادرتها المحلية في العمل على تثمين معالم تستور لاستثمارها كوجهة سياحية إيكولوجية. محلية الهلال الأحمر التونسي بنفزة بدأت بيوم نشاط لتربية الأطفال على ثقافة الإسعافات الأولية في إطار ترفيهي وتعليمي متكامل في شط الزوارع. الهلال الأحمر ركزوا على الناشئة على أمل زرع الوعي فيهم على بكري. خوجي مهم على الأخر اللي هو مركز إسعافات أولية في نفزة، علاش ليه نخدمه في نفزة وفي باجة وفي المناطق الكل؟ احنا عنا برشا نخدمه على مشروع تربية على الإسعافات الأولية، جاتنا الفرصة هذه باش نقدمه في البروجي هذا، فاخترنا أن نعملوا إيفينمو على البحر مع صغيرات ونربيهم على الإسعافات الأولية. نتيجة الدور الأول كانت لصالح جمعية شباب تونس يؤثر، اللي خلى كل من جمعية صوت الشاب ومحلية الهلال الأحمر بنفزة يتنافسوا من جديد لاقتلاع تذكرة الوصول إلى النصف النهائي. من جهتها قدمت جمعية صوت الشاب بباجة مبادرة فاش تستنى بهدف تأهيل الشباب حاملي الشهائد العاطلين عن العمل للانخراط في الاقتصاد الاجتماعي التضامني. محلية الهلال الأحمر التونسي بنفزة اختارت في الدور الثاني أنها تشتغل على الفئة العمرية الموالية وهي تلاميذ المدارس الإعدادية في الوسط الريفي في منطقة الطبابة وولاد قاسم، عبر تقديم دورات تدريبية للتلاميذ وللإطار التربوي في الإسعافات الأولية وفي تعليمهم كيفية التوقي من عدوى فيروس كورونا. في المرحلة هذه تصويتكم رجح كفة محلية الهلال الأحمر التونسي بنفزة وقدمتوا لها فرصة جديدة للوصول للنهائيات علاش لا. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بكم الليلة في أول سهرة مباشرة من برنامج علاش لا. مرحلة النصف النهائي كانت مختلفة على الأدوار الأولى، منافسة مباشرة في استوديو علاش لا أمام المختصين، تجربة اطلبت ثقة في النفس وإقناع في تقديم المشروع.
على الصعيد الجهوي، اختارت جمعية شباب تونس يؤثر أنها تواصل العمل على السياحة الإيكولوجية وتثمين المخزون الحضاري والطبيعي الباجة. كيف نحكي نحن اليوم على السياحة البيئية وإلا الإيكولوجية، إنها بطبيعة نحكي على السياحة الأم، نحكوا على العودة لكل ما هو تراث، كل ما هو ثقافة، كل ما هو طبيعي. وكي نحكيوا على باجة ما نجمو نحكيوا كان على حاجات ذوما، خاطر باجة تقريبا كل معتمدياتها فيهم كل شيء. أما محلية الهلال الأحمر التونسي بنفزة فواصلت في الاستثمار في العمل الإنساني بهدف تفعيل مركز التربية على الإسعافات الأولية في ولايتهم، إضافة إلى تكثيف الحملات التحسيسية لنشر ثقافة الإسعافات الأولية بين الناشئة والشباب. احنا بالاساس نسعى الى تربيه الناشئه والاطفال كيف ما شفنا على تربيتهم على ثقافه الاسعافات الاوليه. لازم العباد الكل تعرف شنو معناها اسعافات اوليه، اللي هي الرعايه الصحيه اللي تلقاها المصاب فور اصابته بحادث حتى لنوصل الاسعاف المختص والحمايه المدنيه. دونك الناس الكل لازم تعرف اهميتها في حياتنا. النتيجه عندك؟ ايه، نتائج التصويت كانت متقاربة. أيوة. ثم التسابق وتلاحق منذ بداية التصويت. تصويتكم في النصف النهائي مكن محلية الهلال الأحمر التونسي بنفزة من الترشح إلى الدور النهائي، وبالتالي تمثيل ولاية باجة في المنافسة الوطنية. قدمتوا لها فرصة قيمة باش ترفع اليوم راية ولاية باجة أمام الجمعيات الممثلة لولايات قفصة وتوزر في نهائيات علاش لا. هذه كانت كل المبادرات اللي قامت بها جمعيات الممثلة لولاية باجة في رحلة علاش لا. الأدوار الكل، الأدوار الأولى ثم نصف نهائية واليوم في النهائي، مبروكة. كان فما مبادرات تعنى بالسياحة، مسلك إيكولوجي في تستور، وتستور فيها برشا معالم اللي كيف كيف ماهيش ياسر مستغلة سياحيا. كان فما مبادرات على المستوى معناها الجمعيات، زاد أنه قامت جمعية صوت الشاب بباجة بإنشاء فضاء دار الجمعيات باش الجمعيات اللي تحب تنشط وما عندهاش وين تنشط تنجم تنشط. زادة مبادرات تعنى بالتشغيل، تشغيل العاطلين عن العمل. شنو رأيك في الزخم هذا كل من مبادرات؟ أعتقد أنه برشا مبادرات متكاملة حتى بينات بعضها، يعني كيف تعمل أنت مكان ربما للجمعيات أو للمبادرات حتى يتلقوا فيه، فهذا يكمل عمل الجمعيات الأخرى، وبالتالي فما تضامن جمعياتي ما بين الجمعيات في حد ذاتها. كذلك مسألة الجانب الإيكولوجي مهمة جدا حسب اعتقادي، لأنه اليوم نعرف اللي تستور ثرية برشا. يعني أنا واحدة من الناس وقت اللي نلوج على مكان جميل باش نصور فيه نمشي التستور، وحتى احنا يعني كصحفيين في الصحافة الأجنبية نحكيوا برشا حاجات على تستور، يعني مثلا مجال التستور الناس كل تعرفها حتى على مستوى عالمي. الآثار كذلك اللي موجودة في منطقة باجة ككل حاجة معناها من وراء العقل مزيانة عن الآخر. فأعتقد أنه اليوم محتاجين أنه الجمعيات تشتغل على المبادرات هذه، وطبعا الإسعافات الأولية أنا بيدي ككبيرة محتاجة أنه ناخذ دورة في الإسعافات الأولية، فما بالك أنه احنا ندخلوا الثقافة هذه عند الأطفال، حاجة مهمة برشا. هذا المشروع اللي باش نحكي ومبروك عليكم أنكم وصلتوا للفينال، إن شاء الله بالتوفيق. إن شاء الله يعطيك الصحة. مبروكة دكتور ياسين، رأيك في المجمل في المبادرات هذية وفي العمل الجمعياتي في باجة حتى لنوصل نحكيه على المبادرة اللي تهم مجالك؟ والله نفهمش ياسر في السياحة، أما فما الخدمة اللي تخدمت في الكوفيد على الأقل في الكريز من الأول، ظهر لي باجة كيما الولايات الكل الهيئات المحلية للهلال الأحمر كانت موجودة، كيما لهنا زيد كانت موجودة في تونس. نعرف اللي فما هيئات خدمت أكثر من هيئات الأخرى، فما اللي خلطوا بعض إلى آخره، ولكن كان واضح الخدمة متاع الهلال الأحمر في الأزمة الصحية الأخرانية. الحاجة الأخرى الإسعافات الأولية، الخدمة الأساسية كان اللي تبدأ بها الهلال الأحمر، مي قاعد العمل يتطور بشوية بشوية. السياحة، بالنسبة للسياحة أنا ظهر لي انتفق مع المجموعة اللي كانت قبل حضر في الجزء الأول أنه وقيت نخرج من السياحة متاع النزل والشمس والبنبلوني، فهمتني، ونمشي للسياحة على الأقل نحط فيها ذكاء التونسي نوعا ما، على الأقل السياحة
إيكولوجية، السياحة الأكاديمية اليوم علاش لي جامعات عالمية في تونس، السياحة دكتور، السياحة الرياضية علاش لي دي كومبليكس سبورتيف يجوا العباد يعملوا فيهم لي ستاج نتاعهم. دونك بالحق لقيت فما حتى نوع مساج بين ظفرين، نوع من الإهانة أنه نقعد اليوم فقط بلاد نتاع إجا تمد على الشط باش تتبرانزا. دونك ربي تذكرت حاجه. نتذكر في 2014-2015 فما ان غران رياليزاتور المان جي وقتها عملت معاهم انا كبروديوسر في الحقيقه، مشينا صورنا في دقه عدينا نهارين يعني 24 على 24، وجاب معاه واحد يفهم في النجوم وفي الفضاء وصورنا نهار وليل في دقة. الواش هذاك باش فما بوات ألمانية شاعرة ألمانية باش تعمل العرض نتاعها الشعري وتحب دقة وراها كيما هكا كيما احنا توا هكا في الاستوديو هي تقرا الشعر. شوف انت قداش قيمة يعطيوها وجايين من يعني نحكي لك راهو بالحق يعني مليارات تصرفت باش يجيوا يصوروا لهنا في دقه، وجايبين معدات ثقيله جدا وجايبين مختصين في النجوم خاطر السماء قريبه برشا برشا وينجم يخدم على كيفاش المنظومه هذيك نتاع النجوم في السماء تتحرك. شوف قداش احنا عندنا موارد، ونتذكر حتى احنا كايكيب كامله مشينا للتستور واخذينا القشابيه لانه القشابيه ذكرتهم في فيلم ستار وورز اللي هو يلبسوا فيه حاجه تشبه للقشابيه في المنطقه هذيك. فبالتالي شوف انت يعني أجانب ومن طرف الدنيا ويعرف دقة ويجيب لها ناس مختصين ويجي ونخيموا معناها نهارين على بعضهم 24 على 24، والكاميرات تصور كل لحظة باش يعمل حاجة من نوع هذايا. وإحنا في بلادنا ما ناش فايقين به الموروث هذايا قداش مهم. نعم المجتمع المدني بتاعنا بدا يفيه إن شاء الله يعطينا مبادرات هكا. نحب أن نحيي الجمعيات اللي شاركت معنا في ولاية باجة، صحيح ما وصلوش النهائي لكن حاضرين معنا، ما نجموش نختتموا الموسم ونختتموا برنامج على شلام من غير ما نسمعوا رايهم ونتذكروا مشاركتهم معنا. خليني نحكي مع أيمن صالح اللي يمثل شباب تونس يؤثر من باجة. مرحبا أيمن. مرحبا عايش. شباب تونس يؤثر، أنتم اللي خدمتوا على السياحة، خدمتوا على المسار الإيكولوجي في تستور، كيفاش كانت التجربة؟ التجربة هي الحق كانت تجربة ناجحة. نحن البداية النشاط الأول كان في إطار حملة مناصرة، ورقة سياسات عامة كتبوها مجموعة من شباب باجة لإحياء يعني وتنشيط السياحة الإيكولوجية في المنطقة. دونك بدأت كانت البداية باللقاء بالفاعلين المحليين في منطقة تستور، والحق الحلقة الأولى بعد بث أعطت الأكل متاحة أنه عاونتنا في نسميه نحن لي بين بوينت في لي زاكتيفيتي نتاع البليدوايي، انك لاكسي لي ديسيدور باش تقنعهم بالفكره نتاعك وانهم يمشيو معاك. دونك ولا عندكم سبورت نجموا تحكيوا ولا الحلقه من بعد الحلقه الاولى كلمونا يعني رؤساء بلديات ومعتمدين في 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 بلديات معتمديات باجا، قالوا لنا عندنا دي سيركوي اجاو عاونونا ونحن معاكم ونحب نمشيو معاك. دونك هذه حاجه هايله دونك وعاونتنا مليح. دونك نحن من بعد وصلنا في الحمله هذيك وما زلنا مواصلين ان شاء الله. ديجا حتى بالنسبه لبايور دو فون يعني انت تبدا تجري بشويه واحد، فما لاندي بايور دو فون يخدم على يعني كيما نقولوا على لي سيت اركيولوجيك وكل شيء، شاف الاكتيفيتي نتاعنا خرج ابيل ا كونديداتور وكلمونا باش نصبوا صابينا ديجا على القصبه نتاع باجا. ان شاء الله ان شاء الله يحظى بالقبول وكل شيء. دونك فما بروجي باش نكملوا نخدموا يعني مواصله للبروجي هذاك. يعطيك الصحة أيمن. واليوم تساندوا محلية الهلال الأحمر في نفزة أكيد ونساندوهم ديجا علي يعني نشط معنا بالكدا في الجمعية والهلال الأحمر نشط في أكثر من جمعية، جمعيات المشاركة كلها عضو فيها شريك استراتيجي معنا. يعطيك الصحة مبروكة يعني السمح. في الربح خارج من الخسارة مبروكة. شفت معناها يلسوفي باش دان باساج تيلي في برنامج الجمعية حللهم برشا بيبان معناها هذا اللي حبيت نقوله لك. قديش مهم انه اليوم الإعلام راهو تم التفكير حتى في بعث تلفزة جمعية تحكي كان عن جمعيات في تونس، راهو لأنه النسيج الجمعياتي ثري جدا، وبالتالي مجرد باساج يخلي الناس تعرف وتنجم تمشي وتفهم وتثمن كذلك النشاط، لأنه قاعدين يعملوا في مبادرات والله محلاها. أنا ندور في كافة مناطق الجمهورية التونسية كل ونشوف بعيني قديش فما مبادرات حلوة. يعني احنا رانا شعب يائس على الاخر، شبابنا يائس، يلزم المبادرات من
النوع هذايا تخرج وتطفو للسطح حتى يرجع لنا شويه امل حتى نفهموا انه راهو لا بالعكس مش الصوره راهي سوداء كلها لا فما برشا شباب قاعد يعمل في مجهود وقاعد ينجح. نهنيهم احنا مبروك اشوف وصلوا للسلط وصلوا المسؤولين كلموهم وصلوا زاد اللي بايغ دو فون الفلوس والله تعرف انا ياسر ما يسالش بياسر ان شاء الله انت اعمل لك الفيديو اللي خرجتوني تعقيبا على كلام مدام مبروك مدام مبروك يعني هذه كانت فرصة يعني باش بالحق باش تتغير الصورة النمطية للشباب اللي نهار كامل هاو تسكير كياسات مستقيل من الشأن العام هاو فما أمل فسحة أمل دونك ان شاء الله الجاي خير. شكرا لك أيمن صالح عن شباب تونس يؤثر. خلينا نحكيه مع إيمان الجابري عن صوت الشاب بباجة. إيمان بديتوا معنا في علاش لا وصوت الشاب قدمتوا زوز مبادرات كيفاش كانت التجربة؟ عسلامة ناس الكل. مرحبا. إيمان جابري كاتب عام جمعية صوت الشاب. كما شفت المبادرة الأولى كانت اللي نحن خممنا في جمعيات متاع ولايات باجة الكل مش احنا برك. قمنا بإنشاء فضاء للجمعيات بالشراكة مع بلدية باجة. فضاء معناها الجمعيات اللي ما عندهمش لوكال وين مش يتقابلوا وين مش ينشطوا توا عملنا المبادرة الأولى. من بعد خممنا نزيدوا نمشيو شويه المبادره الثانيه سميناها فاش تستنى. علاش فاش تستنى؟ حبينا نحكيو مع الشباب العاطلين على العمل اللي يستناو مش تجيهم خدمه كما تعرف الوضعيه اللي نحن فيها توا فماش خدم. دونك خممنا علاش ما نبسطولهمش الاقتصاد التضامن الاجتماعي علاش ليه ما يفهموش اللي هما ينجموا يعملوا ان بروجي ينجموا يحلوا مشكله نتاع بتاله وميم طون الجهه نتاعهم تتحرك معناها بسطنا المعلومه للشباب وماشيين فيه البروجي ان شاء الله. وكما كان يحكي ايمن برشا دي بايغ دو فون كلمونا على خاطر فكرة عجبتهم برشا ونورمالمون الجاي خير ان شاء الله. وحبيت في الاخر بالكل نشجع الهلال الاحمر بنفزه هو معناها الحلمه نتاعهم زاده طياره على الاخر ان شاء الله البروجي نتاعهم ينجح حتى كان مش البرنامج بعد البرنامج. وكيف كيف نحن 9 جمعيات رانا رابحين على خاطر كما كنا نحكيو برشا عباد ما كانوش يعرفونا. نحن صحيح معروفين في باجة معناها الخدمه نتاعنا اما على المستوى الوطني كانت فرصه كبيره مش الناس تعرفنا وتشوف بالحق الخدمه اللي نخدموا فيها. يعطيك الصحه ايمان شكرا لكم. نتعداو لحلمتكم انتوما الهلال الاحمر التونسي بنفزه ساعه حتى فريقنا نهنيكم معكم شفتوا خدمتكم انتوما زاده وصلت لبرشا حاجات باهين منال وعلى الدين. شفنا كيفاش بدينا معاكم وتابعناكم بالكدا على مستوى نفزة. انتم كنتوا بديتوا معناها لو بوزوان ايتي نابع من طبيعه المنطقه في نفزة. كان علي تذكرنا كيفاش بديتوا المبادره الاولى وتتعدلي للمستوى الوطني اليوم شنو تحبوا تعملوا؟ نحن كما قلت شفنا شنو الحاجيات اللي عندنا في الجهه نتاعنا بحكم معناها الطبيعه والتضاريس الشيء اللي يخلي الاسعافات الاوليه مهمه جدا للمتساكنين نتاع معتمديه نفزه ومتاع الاماكن اللي تشبه لها يعني من حيث التضاريس والجغرافيا. على هذاك خدمنا على تكوين في الاسعافات الاوليه ومن التكوين مشينا للتربيه على الاسعافات الاوليه وين حبينا نحن نزرعوها في وسط الناس او في وسط الشباب نتاع 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 الجهه نتاع الجهه نتاعنا. على هذاك بدا البرنامج من الاول بدا برنامج صغير على المستوى المحلي لكن ونحن نقدموا في البرنامج الحلم نتاعنا ماشي وتكبر البروجي نتاعنا ماشي ويكبر من المستوى المحلي وصلنا باش نمسوا معناها على المستوى الولايه وعلى المستوى الجهه وتوا على المستوى الوطني معناها الفكره نتاعنا كبرت ووصلت حتى على المستوى الوطني. نحن من خلال المركز نتاعنا نجموا نمسوا الناس سواء موجودين في نفزه في باجه في الشمال الغربي ولا حتى في جنوب الشرقي ولا الغربي في تونس الكل نجموا نمسوهم بالمشروع نتاعنا وقت اللي نجسدوه ونحن قاعدين نجسدوا فيه. باهي منال قل لي توا المشروع نتاعكم اللي هو تاسيس مركز للتكوين على الاسعافات الاوليه كيفاش اليوم ينجم يكون عنده جدوى على مستوى البلاد جدوى وطني؟ اول حاجه نحب نشكر قناه كارتاج بلس اللي عطاتنا الفرصه هذه للشباب من الجهات الكل باش نقدموا مشاريعنا. بالنسبه للمشروع نتاعنا مركز للتربيه على الاسعافات الاوليه احنا باش نستهدفوا الناشئه والشباب وزاده جميع الفئات العمريه. بالنسبه لنا بدينا على مستوى كما قال زميلي علي بدينا على مستوى المعتمديه بعد على المستوى الجهوي. بالنسبه على المستوى الوطني احنا باش نحاولوا نوصلوا لبرشا عباد كما تعرفوا توا السياحه الايكولوجيه ولات برشا عباد دي روندونور كما تعرفوا الشمال الغربي نفزه والشمال الغربي ككل ولات وجهه سياحيه بويسكا عندنا الجبال عندنا الغابات مزيانه عندنا شريط ساحلي عندنا برشا مناطق مزيانه في الشمال الغربي. دونك بالنسبه لينا احنا باش نستهدفوا لي روندونور هما نجموا حتى نسقوا مع لي جيد
نسقوا مع العباد اللي تنظم لي روندوني، نجموا نعملوا لهم لي فورماسيون، نجموا نزيدوا وننشروا ثقافه الاسعافات الاوليه. علاش لا ما نكونش معناها، خاطر بالنسبه للي روندونور يجيو من برشا بلايص، من الجنوب من الشمال من الوسط، معناها حاجه تولي كاينه ضمن البرنامج نتاع الخرجه نتاعها، وهاكا تفرهي اوميم طون تكون فما تتعلم حاجه معناها تتعلم اهميه الاسعافات، تتعلم اللي لازم تكون متكون. انت بار اكزومبل ماشي مكامبي في جبل، دونك اسافوار شنو لي زاكسيدون اللي نجمو يصيروا. دونك سي تري امبورطون انه يكون عندنا عباد متكونه، عباد واعيه ومسؤوله، وسيرتو عندها ثقه في روحها باش تصعد. باهي ياسر منال، هذا المستوى الاول، خاطر عندكم بعديك في استراتيجيه نتاعكم حاجات اخرى باش تخليوا الميساج يوصل اكثر من هكا على المستوى الوطني. لكن خليني نبدا مع الدكتور ياسر، الجدوى من التكوين في الاسعافات الاوليه، محليه الهلال الاحمر بنفزه، خدمه مع اطفال المدارس، ومن بعديك تعديت للاعداديات معناها للشريحه العمريه المواليه. يقولوا هما خاطر طبيعه المنطقه ساعه جبليه، فما عندهم اعداديات موجوده على كياسات رئيسيه، والمنطقه هذيك منطقه عبور يتعداو منها برشا برشا كرهب وبرشا نقل، وما فماش برشا حمايه. الجدوى ساعه من الفكرة متاعهم من مشروع التكوين على الإسعافات الأولية، هو الأكيد الجدوى على الأقل الحاجة موجودة. يعني الإسعافات الأولية هذه اليوم في الدول المتقدمة أو على الأقل الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، ما عادش نحكيه على تدريب، هذا وليت كيما اليوم تتعلم تقرأ وتكتب تتعلم الإسعافات الأولية. غالباً ما تنجم تعمل شيء من دون الشهادة متاع الإسعافات الأولية، لا تاكسي لحانوت، لا تقري في مدرسة، لا تخدم في فضاء عمومي، لا تقدم برنامج إذاعي، حتى شيء من غير ما عندك أي حاجة، أي فضاء أنت باش تكون فيه ديما متواجد وفيه عدد متاع عباد متاع 15 20، لازم يكون فيهم شخص عنده التكوين. الإشكال أنه مش الإشكال، أنه الحاجة مش فقط التكوين، أنه اليوم إذا كان نحكيه على الطبيعة والتضاريس، يعني انه الحاجه اللي احنا البزوا ايدونتيفي الحاجه هي الحوادث الطرقات هكا، ولا يعني لكن هذا علاش نحن للاسعافات الاوليه. الاسعافات الاوليه والا الاسعافات اللي تجي بعدها او الخدمات الطبيه المختصه هي الحلقه الثالثه في الشين اللي نواجهوا بها حوادث الطرقات، لانه اليوم ودراسات علميه هذيك ما فماش فرق اذا كان نخدموا كما يقول العلم في عدد حوادث الطرقات في مكان فيه تضاريس كما في وسط العاصمة أو كما في المناطق الحضرية، بل بالعكس نظرا لكثافة السيارات في المناطق الحضرية نجم يكون أكثر. اليوم للأسف في تونس فما 7 أشخاص على الأقل يموتوا كل يوم بسبب حوادث الطرقات. الأسباب اللي كنا نعرفوها، التونسي كيفاش يسوق، السرعة إلى آخره. فإنه اليوم إذا كان باش نواجهوا الظاهرة ذي أكيد بالإسعافات الأولية، لكن زادا نصور اللي هذا موجود عندكم انه كيفاش اليوم الهلال الاحمر الهيئه المحليه في نفزه، وظهر لي ولايه بيجا للاسف الشديد الحادثه نتاع عمدون وقعت في ولايه بيجا، وانا كنت نتوقع وقتها انه المعتمديات الكل في بيجا او على الاقل في المنطقه باش يحكيوا، لانه الطريق كان خايب، لانه الله اعلم كيفاش تبنى الى اخره. فنجموا نخدموا على الحلقه الثانيه هذه نسميها، اللي هي نوعية الطرقات، لأن الطرقات مبنية بطريقة تستجيب المعايير اللي احنا موجودة، خاطر ما عندناش إشكال في القانون. وعلاش ليه الهلال الأحمر في كل منطقة من الولاية، خاصة كما قلت بعد الحادثة الأليمة في عمدون، يخدم مع البلدية يخدم مع الولاية، ونجيبوا مهندس ولا 2 و3 وأكثر ونمشي في سيارة، لأنه مش صعيبة الحكاية. مهندس طرقات يعرف منيح، نجم يقول لك البوان هذه راهي اختر، هذه اختر قدام قدام المدرسه هذه لازمك دودان، هنا لازمك مخفض سرعه. هذه الحاجه الشيء الاولى هي نحب ولا نكره العقوبات وتطبيق القانون. نصور الهلال الاحمر بالوعي اللي عنده بالحوادث الطرقات، وبانه هو زاد داخل ومنخرط في الاستجابه للحوادث هذه عن طريق الاسعافات الاوليه، ينجم يخدم مع الشرطه اللي موجوده غاديكا او الحرس، ونقولوا اليوم كيفاش نفعلوا تطبيق القانون خاصه في تجاوز السرعه وكل تجاوز الغير مسموح به. دكتور انا ما نحبش نجاوب في بلاصت علي، اما نعرف اللي حدثت عمدون كانت منطلق في حديثهم في المبادره السابقه، لكن زاد مش كان حوادث الطرقات، علي تنجم انت تجاوب.
اكيد مش كنحاول توقعات. يعني نحن كحكينا على سحوب التضاريس، حكينا على بلايس واماكن في نفجه موجوده في الجبال انه صعيب انها توصلها مثلا سيارات اسعاف الى حمايه. حكينا على انه معناها مدارس موجوده في ارياف وين نجم يصير اي اكسيدون اي تلميذ في اي وقت، صعيب انه في الوقت اللي باش يوصل له فيه الاسعاف المختص يكون ينجم يكون فات الفوت على اللي قدر. فهمت؟ على هذاك نحن لهنا قلنا الاسعافات الاوليه مهمه اكثر منها في المناطق الحضريه. صحيح مهمه باغتو، لكن في اماكن على اماكن اخرى كما ذكرت منال من بكري مساله السياحه البديله. نحن الجهه نتاعنا اليوم تستقطب برشا في الزوار، خاصه لي وندورنر الناس اللي يعملوا في الكامبينغ. فهمت؟ دونك اللي هما يمشيوا اكثر هي في بلايص ما فيهاش ريزو، دونك ما نجمش يتصل بالاسعاف ولا بالحمايه المدنيه. صعيب في العاده البلايص هذوما انكسيسيبل، معناها مش بالساهل باش تدخل لهم سيرتو بكهرباء. معناها ممكن نقول لك امبوسيبل انه باش تدخل لهم وانت ظهر لي تعرف، معناها نعرفك من عشاق التجوال. فهمت؟ علي ديما يعرف برشا حاجات، الجمعيات الكل يعرفهم وبدات الكل حتى الضيوف باهي علي. فما زاده الاخطار نتاع الاوديه اللي تفيض غاديك على التلامذة اللي تمشي للمدارس، فما بما انه فما غابات زاده فما الاخطار نتاع الحرائق في الصيف، هذول فما برشا. عندنا 28 كيلومتر بحر، معناها عندنا ثلاثة شواطئ في نبزه، بين عندنا شواطئ غير باجه فيها بحر. اي فيها باجه فيها بحر بالطبيعه، 28 كيلومتر من اعز الشواطئ، واللي الشواطئ نتاعنا اليوم تستقطب في ناس من بلايص اخرى اللي تحب تجي الشواطئ هكا فيرج وما فيهاش برشا ناس، والناس اللي تنجم تلقى راحتها، واللي للاسف فيها معناها ماهيش محميه كما يلزم. بون الحمايه المدنيه ما تنجمش تغطي الشواطئ هذه الكل في مساحه كبيره كما هكا في منطقه جبليه ومنطقه صعبه التضاريس. مبروك. انا الميزه اللي عجبتني في المشروع انه ساعه قبل كل شيء الاطفال والتربيه على الاسعافات الاوليه عند الاطفال. يعني بالحق احنا محتاجين اليوم، خاطر احنا كيف نقولوا اسعافات اوليه دائما نتجهوا نحو الكبار، كبار السن، ما نعرفوش اللي الطفل كذلك يمكن انه هو يتعود من صغرته على مفهوم الاسعافات الاوليه، وبالتالي النقطه هذه عجبتني برشا برشا. فما كذلك مساله لي روندوني، ولا فقط عندي سؤال ليهم الاثنين، شنو تقصد انك انت باش تمشي مثلا واحد جاي الويكاند في مثلا في سيدي مشرق اللي هو من اجمل الشواطئ اللي في منطقه باجة، انك تمشي له وتعمل له اسعافات اوليه، والا انك انت مثلا تعلم سكان المنطقه هذيك وتعطيهم تكوين في الاسعافات الاوليه حتى انهم هم يقدروا يتدخلوا في وقت مناسب اذا فما اي مشكله؟ حبيت نفهم يعني شنو حبيت. المركز نتاعنا بيان سور باش يكون فيه دورات تكوينيه داخل المركز، وباش يكون فيه دورات تكوينيه خارج المركز هذايا، اللي هو يكونوا معناها في بلايص مفتوحه، في البلايص اللي يصير فيها لي كامبينغ، في البلايص اللي معناها يجيو العباد تهاوس فيها. دونك نجموا احنا ننسقوا مع لي جيد، ننسقوا مع لي زورغانيزاتور، اللي هما باش نعملوا معناها دي فورماسيون في الاسعافات الاوليه. زاد حتى السكان اللي موجودين غادي سي تري امبورطون انهم يبداو يعرفوا. دونك احنا ماذا بينا ان ننشروا الثقافه هذه، ننشروا ثقافه الاسعافات الاوليه، ماذا بينا العباد الكل تعرف، العباد الكل تبدا عندها حتى مثال لي زابي سي الحاجات هكا الاسعافات الاولى معناها وكل، دونك باش كيصير اي حاجه قدامهم ما يحيروش. عندي سؤال اخر كان تسمح؟ يظهر لي عنده تعقيب دكتور بعد نرجع تفضل. لا هو المركز جهوي ولا حتى وطني للتدريب الاسعافات الاوليه ظهر لي موجود يعني بزوان حتى على المستوى الوطني، ونتصور مش خساره في الهلال الاحمر مثل هذه المراكز. ولكن سؤالي انا مثال عندي التروا نيفو حتى للمونيتور، دونك تكوين في الاسعافات الاوليه ممكن يحتاج قاعه ظهر لي والا ساحه، خاطر بعدك البرونكارداج الى اخره، شويه جري والهيث الى اخره. دونك اليوم علاش مركز كامل؟ علاش بنيه كامله؟ فقط للتكوين اللي هو غالبا باش نكونوا صغيرات والشباب وان شاء الله علاش ليه العباد الاكبر في العمر اللي هم نتصور من نهار اثنين لنهار الجمعه يا اما يخدموا يا اما يقراوا. دونك غالبا المركز هذا باش يخدم في العشيات او في الويكاند. علاش مش شراكه مع مدرسه ونعملوا التكوين في وسط مدرسه، شراكه مع معهد؟ يعني كما قلت مش ماهوش خساره في الهلال الاحمر. انا نتصور المركز لازم حتى يتجاوز التكوين في الاسعافات الاوليه ويكون تكوين في إدارة الكوارث إلى آخره،
ولكن علاش اليوم باش نعمل بنيه كامله؟ سيدير اونتروتيان، ريسورس هيومان، متطوعين، حراسه، ماء وضوء، فهمتني؟ وفقط باش نعمل فيها تكوين الاسعافات الاوليه اللي كيما قلت غالبا جمعه كامله باش نقعد مسكر على الاقل من اثنين للجمعه، باش نخدموا في الويكاند وفي العشيات وان شاء الله علاش لا في العطل. هذا هو سؤالي، خاطر اليوم الصعيب انا حسب رايي الصعيب صار كيما كان المثال اللي شفناه قبيلي. اليوم باش تمشي لاي بايور دو فورم تقول له راني انا وصلت توب 3 علاش لا اذا كان تربحوا في كومبيتيسيون ناسيونال وراهو البروجي نتاعي بلوه عجنوه قداش من واحد وعندي لي كومونتير الكل. غالبا الصعيب هذاك اللي يحبوه لي بايور دو فورم الكل موجود عندكم، ولكن الكونتوني هو اللي باش يجي حاسبك عليه. باش يقول لك علاش باهي البنيه نتاعك هذه نهار الاربع من 8 لنص نهار شنو باش تعمل فيها؟ وراه سؤال ليجيتيم ونجم نقول لك انه جدا فما شويه ما عادش فما ياسر فلوس كما بعد 2011 كاي اللي باير دو فون نقصوا شويه دونك ولاو بالحق يحبوا يعطيوا فلوسهم البلاصه اللي يقول لك فوالا نحب نعطيك فلوس ما نعرفش قداش نحب روتور سور انفستيسمون نحب فلوسي تستعملها كل يوم 24/24 7 على 7 المركز نتاعك يخدم ويدور. صحيح سؤال مشروع جدا عليه الممول اليوم حتى لو كان تلقاوه وان شاء الله تلقاوه المشروع هذا والمشاريع اخرى. يقول لك الدكتور انه يحب مشروع انه الجدوى نتاعو متواصله وعلى مدار الساعه وعلى طول. جاوبوا بالحق على خاطر سؤال مهم. سؤال مهم بالحق. احنا قاعدين نخدموا وتوا ما عندناش بنيه وما عندناش مركز. قاعدين نتنقلوا قاعدين نعملوا في الحملات التحسيسيه. نمشيو للمدارس نخدموا كما قلت انت في ساحه ناخذوا دار مع دار الشباب ناخذوا مع البلديه ماهوش اشكال. قاعدين نحاولوا انه نوصلوا في المعلومه وقاعدين ننشروا في الثقافه نتاع الاسعافات الاوليه. لكن من المهام نتاع المركز نتاعنا ماهوش باش تقتصر فقط على الاسعافات الاوليه، لكن نحن كما ذكرت انت زاده باش نخدموا دوائر تكوينيه في اكثر من مجال معناها في علاقه بالاسعافات الاوليه وفي علاقه بالنشاط الهلال الاحمر التونسي بالاساس. دونك نحن من المهام نتاعنا هي حفظ حياه الانسان وحفظ الصحه نتاعه. اكيد باش نعملوا اكثر معناها دورات تكوينيه وحملات تحسيسيه وتوعويه في المجال نتاع السلامه المهنيه والا حتى في الصحه معناها في التوقي كما تصرف مع الجائحه نتاع الكورونا في اداره ومجابهه الكوارث. والمنطقه نتاعنا تشهد عديد الكوارث سواء صيفا ولا شتاء في الحرائق والا في الفيضانات. المركز باش يكون مهم علاش؟ خاطر نحن نحبوا نخرجوا من الخدمه على المستوى المحلي فقط، نحبوا نمشيوا اكثر لمستوى الجهه ومستوى الاقليم شمال الغرب كله علاش لا على المستوى الوطني، يعني نحبوا نستهدفوا الناس المتكونين يجونا من اكثر من بلاصه. انت تعرف انه الهلال الاحمر التونسي من البرامج نتاعه هي التكوين في الاسعافات الاوليه وعنده اكثر من نيفو من نيفو حتى للتقوى موجودين، يعني يعملوا دورات تكوينيه هكا يجلموا فيها مثلا تنجم تكون انت من القوان تجي تعمل الفورماسيون نتاعك في القوان، احنا الناس هذوما نحبهم يجيو يا يتلقاو معناها التكوين نتاعهم يكون عندنا نحن، معناها يتلقاو التكوين نتاعهم في نبزه ويجونا النبزه. فما تقدير لكلفه المشروع؟ مع العلم انا بيدي لازمني روسيكلاج خاطر المونيتور عندي اكثر من عامين ما عملتش روسيكلاج. اما التكلفه للمشروع هل فما عمليه تقديريه قداش باش تكلف؟ هو اكيد نحن بدنا نخمموا معناها في شنو لازم وشنو لازمهوش، شفنا معناها الماتيريال كيكيبمون شنو لازمنا، لكن نحن نخمموا في معناها كبروجي كبير قداش نجم يتكلف مثلا فيه لي سال دو فورماسيون فيه اسباس مفتوح وفيه مكان للاقامه نتاع الناس ليزانفيتي اللي انت باش تجيبهم، خاطر لهنا نقطه الفارق. مثلا نحن عندنا في نبذه يجيك واحد ضيف من البعيد ما تلقى وين تحطه، تلقى وين تبيته، فهمت؟ معناها تقول لي انت ما نجمش نعمل نهزوا لدار الشباب، اوكي هو عمل فورماسيون في النهار في دار الشباب ومن بعد ومش يعدي الوقت. نحن نحبوا نستقبلوا اكثر زوار المنطقه نتاعنا من اكثر من جهه من تونس. دونك المركز نتاعنا معناها في التهيئه نتاع ساديبون، معناها كان نحن اسكو باش نعملوا بنيه باش ناخذوا بنيه حاضره، معناها عندنا تواصل مع السلطات مع الصحافه الجهويه وخاصه مع السيد الوالي في الحلقه الاخيره معناها وعدنا بانه باش يسعى باش يشوف لنا معناها فضاء باش ناخذوه مع المجلس البلدي. زاد قدمنا ليه مطلب ونستنوا في اجتماع المجلس البلدي اللي ان شاء الله يلقانا حل ويلقانا فضاء يكون تابع البلديه ونخصوه نحن للمشروع نتاعنا هذا. دونك حسب الظروف كان نحن وصلنا تحصلنا يعني على
على على ما قال حسب الهيئه نتاعها، معناها قداش يستحق اونتريتيان ما يستحقش، فهمت، نحدوا نحن التكلفه النهائيه للمشروع. باهي ان شاء الله يكون جاوبك. نعرف مازال عندك اسئله اخرين. نحب نذكركم اللي لازمكم اذا تحبوهم يتحصلوا هما على اللقب الوطني. ما عادش عندكم برشا وقت باش تبعثوا ادو على 85 010. مبروك. رايك انا في الحقيقه سؤالي، انا نعرف اللي الهلال الاحمر يقوم ديجا بالتكوين في كل المناطق التونسيه، يعني حتى اي واحد عنده يحب يمشي يعمل فقط يشوف يعمل انسكريبسيون في دوره من الدورات ويمشي. حبيت نعرف بالحق سؤال وجيه وصريح وواضح، شنية الفالور اجوتي في المشروع اللي انتم معناها تحبوا تركزوا، يعني شنو هو الحاجه الكرياتيف اللي هي انوفاتيف اللي هي فيها ابداعيه ربما ولا فكره طريفه اللي ما تعملتش قبل في اطار الهلال الاحمر التونسي واللي انتم اليوم تدافعوا عليها من اجل انها تتعمل؟ لانه ربما انا نشوف انه التحسيس مثلا، يعني ما فماش الناس ماهيش واعيه بقيمه انه يكون عندها تكوين في الاسعافات الاوليه بقدر ما انتم قايمين بالواجب. انا متاكده انه اي واحد تو يهز تليفونه ينجم من غدوه يمشي يقيد ويمشي يعمل الاسعافات الاوليه، ولكن المشكل المواطن العادي البسيط ما عندوش وعي بهذا. شنية القيمه المضافه اللي فريمون ممكن تقولوا لي عليه؟ صحيح هو الهلال الاحمر ديجا مش غريب معناه عليه، قاعد الهيئات الكل قاعده يعملوا معناها في الدورات التكوينيه في الاسعافات الاوليه. احنا بالمشروع هذا نحبوا نضمنوا ديمومه النشاط، نحبوا نموتيفيو العباد اكثر باش تجي. اذا كان انت عندك فضاء ومخصص معناها جوست للاسعافات الاوليه دونك سافا موتيفي العباد باش تجي، باش اذا كان هو باش يلقى عنده معناها فضاء قريب ليه زاد مش لازم باش يتنقل الولايه اخرى ولا للولايه اللي تبعته، دونك يبدا فضاء قريب ليه، دونك هذا باش يحفزه اكثر باش يجي يعمل الفورماسيون. زاد ما يعملش فما ولايات الهلال الاحمر فيها ما يعملش الاسعافات الاوليه، هو بون الناس الكل يعملوا الهلال الاحمر الهيئات الكل يعملوا في الدورات التكوينيه، مي احنا نحبوا مركز مخصص للدورات التكوينيه باش نضمنوا ديمومه النشاط. زاده ابار الاسعافات الاوليه نحبوا نعملوا زاده انشطه اخرى، انشطه ترفيهيه للصغار وميم طون نعلموهم حتى معناتها بديجيست صغار معناها تنجم معناها تخلي الصغير يستوعب. كما المبادرة كان نجم ناخذ عليك الكلمة منال، المبادرة الأولى نتاعهم كانت اللي كانت موجهة للأطفال وأطفال منطقة نائية نسيت عش الزيتون بالضبط، اللي خذوا اللي هزوهم فيهم أطفال أول مرة يشوفوا البحر، اللي هزوهم للشط وعملوا لهم يوم ترفيهي وفيه التكوين هذاك على الإسعافات الأولية هما وأوليائهم باش ينجموا يوصلوا لهم المعلومة ويكونوهم في الإطار الترفيهي هذاك اللي يتعلموا فيه الصغار خير بيان إيفيدامون. خليوني نحاول نحكي مع بقية أعضاء الجمعية، بقية أعضاء محلية الهلال الأحمر التونسي بنفزة. شكون يحب يبدأ بالكلام؟ تفضل شيما انت، يا مرحبا بك. عسلامة شيما جواوي، عضوة بالهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بنفزة. شيما نحب نسألك على الحملات التحسيسية خاطر مبروكة قال سألت زملائك على الحملات التحسيسية يمكن اللي هي تستاهل أكثر النشاط إذا فما زاد التكوين المستمر هذايا. يظهر لي في برنامجكم فما خدمة تحسيسية. بالطبيعة برنامجنا أبار الدورة التكوينية في الإسعافات الأولية باش تكون فما حملات تحسيسية في المجالات الكل، في كل ما فما تيم باش نحكيو فيه لازمنا باش نحكيو فيه. ونحب نجاوب على السنتر اللي احنا نحبوا نعملوه أبار الإسعافات التكوينية الإسعافات الأولية باش يتضمن الدورة التكوينية في مجابهة الكوارث اللي يخدم فيه الهلال الأحمر التونسي ككل معناه. زاده باش نضمنوا به دائما العمل كما ذكرت منال باش يكون عندنا مش سنتر باش تجي العباد تعمل فورماسيون كهو، احنا من خلال السنتر هذاك باش نوصلوا لهم المعلومه. كيفاش؟ نحبوا نطمحوا ان نعملوا بلاتفورم نعملوا دي سيت ويب، وبدينا ديجا نخدموا بالباج فيسبوك حاجه مصغره الى ان يكبر البروجي نتاعنا. عملنا دي فيديو هبطناهم العباد كل تنجم تشوفهم، فيهم تحسيس فيهم توعيه فيهم ميساج واصل للعباد راهو لازمك تمشي تعمل حمله لازمك تمشي تعمل تكوين في الاسعافات الاوليه. لهنا انا نحب نقول للعباد اللي قاعد تفرج فينا الكل لازمهم يتفكروا قداش من مره تحطوا في سيتوياسيون اللي هما لازمهم ينقذوا عبد ولا اللي هما لازم عبد ينقذهم وما سارش. ونحب نفكر اللي راهو 50% من العباد
المريض اللي تعمل حوادث تموت في الدقائق الاولى نتاع الحادث، معناها ما يوصل للسبيتار ما ديجا هو حالته تعكرت. دونك لهنا اهميه الاسعافات الاوليه تظهر في اللحظات هذيا، لازم العباد الكل تكون متكونه، لازم العباد الكل تتدخل في وقت الحوادث. الحوادث راهو مش كان حوادث طرقات كهو، راه حوادث منزليه، حوادث شغل، حوادث مدرسيه، الناس الكل معرضه للحوادث. دونك انت اللي تتفرج فيها ما تترددش، ابعث اهدو على 85010. شكرا لك شيماء. حد اخر ناخذ ما عنده كلمه؟ شكرا لك، تفضل. عسلامة نسيدين، عضوة في الهلال الأحمر التونسي بنفس الهيئة المحلية. مرحبا. أنا حابة نقول حاجة، احنا مهما كانت النتيجة احنا اليوم روحنا ربحين، ربحين ثقة مفيزة فينا. كنت شفت كمية التفاعل اللي شفناها اليوم، كنت شوف ثقة العبيد فينا باش تربحوا، رانا وراكم. ربحين ثقة الباجية الكل، ربحين ثقة الشمال الغربي الكل، ربحين ثقة تونس كاملة. أنا من بلاستي هذي نحب نقول حاجة، بالحق امشيوا انخرطوا، امشيوا للجمعيات، امشيوا للمنظمات العالمية. رو بالحق صحيح راك تحس ساعتك كي من الاول كيفاش انت تضيع من وقتك باش تمشي للجمعيه وتقوم الصباح وبرشا حاجات اخرى، اما كي تلقى فما نتيجه في الاخر، كي تلقى اللي تعبك مشيش خساره، كي تلقى اللي فما وراك شعب كامل وراك برشا عبيد، الوقت هذاك معناها تنسى التعب الكل. صوتونا على الادو على 85010. شكرا لك نسرين. مبروكه محليه الهلال الاحمر التونسي بنفزه، اكثر جمعيه كل مره جاوا بحذنا للاستوديو وحتى على الميدان فيها حضور نسائي متميز، تعرفوا وصلوا معناها يمكن ساعات عليه وحده والكلهم تبارك الله. تشوف في الحماس شنو رايك؟ حاجة مزيانة طبعا وجود العنصر النسائي، سيما في مثل هذه المواضيع مهم برشا، لأنه نحن نحكيوا على الإسعافات الأولية ونعرفوا قيمة المرأة في الإسعافات الأولية في كافة المجالات. وسمحني كنا نزيد حاجة، أنه كيف شفنا كيف بدينا نخدم معهم وشفنا معناها الانجاجمون تاع البنات في مناطق صغيرة ومناطق بعيدة، حاجة بالحق ياسر تفرح. معناها من الأول ما لاحظناهاش، أما بعديك كيف تفهم قداش ينجموا يعطيوا من وقتهم وينجموا يخرجوا معناها من إطارهم من العائلة ولا المدرسة ولا اللي يعملوا فيه باش يسونجاج في المجتمع المدني، كانت حاجة ياسر جميلة. المرأة في بيجة عندها قيمة كبيرة برشا. يعني مثلا انا تويك نفكر مثلا في المراه الريفيه، برشا بيجا منطقه فلاحيه كنا نعرفوا، والنساء العاملات في الحقول والمزارع برشا، وبالتالي انا اعتقد انه فيزي لا فام اللي هي ربما في المجالات هذه ممكن انه ينقذ ارواح كثيره في مجال الاسعافات الاوليه. ويعني بالحق يعني هي مساله مش راجل ولا مراه حاضر، ولكن المساله هي مساله ربما نجاعة في التدخل. ويعطيكم الصحة، حاجة مزيانة برشا إنه نشوف برشا نساء متحمسات الحماسة النسائية. دكتور حكيوا على الحملات التحسيسية الرقمية، معناها اليوم هما حتى لو كان المركز باش يكون في نفزة ولا في باجة وباش يحاول يضوي على الشمال الغربي أو أكثر، يحبوا يوصلوا الأكثر عدد ممكن من الناس يتواصلوا معاهم ويشجعوهم بحملات تحسيسية رقمية. بداوا يعملوا في فيديوهات تكوينية نجموا نشوفوهم في الصفحة نتاعهم، والا حتى المشروع نتاع اون بلاتفورم ويب في الظرف نتاع الكوفيد 19 الهلال الاحمر شنو ينجم يقدم باش تنصحهم، ولا شنو رايك في الجهود هذيا الرقميه بين ظفرين في الخدمه نتاعهم؟ هو الافكار موجوده والافكار نجموا نختلفوا فيها كل واحد كيفاش التقدير، اما انا نعتقد الاهم الافكار هو اللي موجود على الاقل عند الهيئه المحليه، انه فما روح وفما ايمان على الاقل. حتى كي تسمع الطون كيفاش احكيه ولا تفرجت انا في الفيديوهات، فما ناس مؤمنه باللي تعمل فيه وفما روح اللي تعطيها للمشروع. اللي هو سامحني دكتور، ديجا هذايا انجازهم هما، هذايا مش خدمتنا احنا، هذايا خدمتهم هما اللي تنجم تشوفها على لي باج نتاعهم. دونك غالبا كي تقعد قدام مسؤولين او دي بايور دو فون، دونك جهات مانحه، غالبا الفكره ينجم يناقشك شويه، لكن اغلب العباد يلاحظوا يقول لك الشخص هذا هو حامل المشروع وجاي به، والا قلق جاي لوش في شويه فلوس، فهذا موجود. انا نصيحتي على القلب بكل تواضع انه نحاولوا اذا كان الخطوه القادمه نقدموا مشروع، مش نقولوا المشروع مش متكامل، اش معناها؟ يعني اللي كنا نسميو فيهم الامثله ذوما لازمهم يتكتبوا على ورقه، لازمنا نقولوا انه هاو الخدمات اللي باش نقدموهم، التدريب في الاسعافات الاوليه، التدريب في مكافحه او في مواجهه الكوارث،
تدريب نجم كل الشباب في الوقاية من المخدرات، تدريب كذلك منعرفش على الأمراض المنقولة جنسيا، فما ياسر حاجات مسكوت عليها في المجتمع متينا وما نحكيوش عليها، ولكن نعتقد أنه بالكريديبيليتي وبالسمعة الباهية اللي عند الهلال الأحمر ينجم يساهم فيها. هذا هو اللي بديك باش توصل تفسر العبيد أنه السنتر متاعي باش يقعد فونكسيونيل. أوكي برينسيبالمون باش يخدم على الإسعافات الأولية، ولكنه باش يكون اليوم العبيد كل ماشيين في ناحية متاع المراكز المجتمعية، يعني السنتر متاعك ما لازموش فارغ. إذا كان صباح من 8 إلى 10 فيه سيونس من عرش متاع صغار يترينيو كاراتيه، من 10 نص نهار فيه نساء نجموا يكونوا متعايشين مع مرض السكري قاعدين يعملوا في حصة كيفاش ياخذوا دواهم إلى آخره، نص نهار ما ساعتين فيهم بليتر ولاد وبنات يتعلموا من عرش الدورة التكوينية في الطبخ أو في غير، فنحاولوا كما قلت لنا نسكروا البروغرام كي تقدم اوكي الفكره الاصليه، ولكن هاو الريتور سور انفستيسمون راه السنتر نتاعي الفايتر اوبيراسيونيل الجمعه كامله، وراني على فا في اخر العام باش ندرب العدد هذا نتاع العبيد في الموضوع هذا والعدد هذا في الموضوع هذا. هكيك وقت الفكره تكون اوضح وانت بيدك تحس روحك مرتاح، تحس روحك اوكي نعمل في سنتر وفيه فوايي باش يخدم شويه لي ويكاند وفي العطل، ولكني بعدك خاطر باش يقعد لك زاده في سمعتك في المنطقه هكا عملت سنتر وهو مسكر مثال. دونك هذه النقطه المحوريه اللي لازمكم تفكروا فيها. انا متاكده لكم باش تفكروا فيها الفكره هذه نتاع الجدوى. تفضل منال. هذا هو ديجا اللي احنا نطمحوا له، معناها مش جوست اسعافات اوليه وكهاو، احنا كل تيم باش نخدموا عليه كونسير دو سان، مخدرات، تدخين، دونك احنا باش نخدموا عليهم هذوما الكل ان شاء الله. على هذاك نحبوا نعملوا المركز هذا. باهي خليني نكمل مع بقيه اعضاء الجمعيه، ما عادش عندكم برشا وقت براتيكمون وفي، شكون منكم مازال يحب يقول حاجه؟ تفضل بعد نرجع لك. نورشين ضوافي متطوعه بالهلال الاحمر التونسي بنفذه. احنا لو فيت يكون فما عباد متواجدين معانا معناها في السنتر ويتلقاو التكوين، هذه حاجه مهمه برشا، خاطر هما باش يرجعوا لبلادهم مثلا اللي يجوا في لي روندوني باش يرجعوا لبلادهم وباش يحضروا في ديزاكسيدون هنا، هما باش يدخلوا وما عادش باش نحكوا على المستوى الجهوي كهوا، لكن باش نحكوا على المستوى الوطني. ونحب بالرسمي الناس الكل تولي لنا عادة ثقافة الإسعافات الأولية، تولي عادة عند الناس الكل وما تقتصرش على صغارك ولا على الكبار، بل تقتصر على بل تشمل الناس الكل. يعطيك الصحة، كانت تعطي لزميلتك. مرحبا، انا يذولي شفتك برشا في الفيديوهات اللي قاعدين تخدموا فيهم على الصفحه، الفيديو اللي خدمتوها كان تحكي لي عليه شنو هي كانت الفكره وكيفاش خدمتوها. شكرا. شيماء قدودي متطوعه بالهيئه المحليه للهلال الاحمر التونسي بنفذه. ملون مشينا للروضه، علمنا الصغيرات كيفيه التعامل مع الاسعافات الاوليه البسيطه، مثال كيفية التعامل مع الجروح البسيطة، كيفية التعامل مع الحروق البسيطة، كيفية التعامل مع نزيف الأنف اللي هي حاجة ديما تصير للصغيرات في السير. الصغيرات تفاعلوا معنا برشا بالحق، كيف نحكي لكم طريقة التفاعل متاع الصغار والذكاء اللي شفناه في عينيهم والفرحة، بالحق روحنا عنا قوة وإنرجية مش عادية. زيدا بعد مشينا للليسي، عملنا صورنا دي فيديو، كانوا تلامذة هما معناها العنصر الفاعل، معناها تلامذة مثلونا ديسين مثلا متاع صرع، ومن بعد كان فما عضو من الهلال الأحمر التونسي هو اللي تدخل باش ينقذ معناها التلميذ ذاك، وطلعوا دي فيديو بالحق رائعين برشا، فرحنا برشا. ونحب نشكر الأستاذ نبيه دلاعي خاطر هو أستاذ المسرح ديجا وعاوننا برشا. نحب نشكر زيد الفوتوغراف محمد الجرامي هو اللي صور لنا الفيديو هذوما وعدى معانا نهار محليه. زيد نحب نشكر المدير المدرسة الإعدادية ابن شرف، وزيد نحب نشكر مديرة الروضة وأي حد يعاونكم باش نجموا توصلوا الخدمة هذه. هاي كل العباد في صوتو دونك خاطر نحن قمنا بالمبادرات هذوما وقفنا معاكم في برشا مرات، صوتوا لنا أبعث أدو على 85010، نحبوكم تثقوا فينا وتثقوا بالمشروع متاعنا ويعطيكم الصحة. يعطيك الصحة. زميلكم من ميسيلش خليه خاطر يحب يساندكم من شباب تونس يؤثر، أي من شنو تحب تقول؟ فيسع فيسع فيسع
ايوه وقته مو فيه. قل احسن حاجه يعني تعبر على يعني تخلي العباد تشجع للمشروع هذا الارقام. فما دراسه قبل ما ندخل بلاتوم قريتها ككومبارازار تعملت على الاكسيسيبيليتي نتاع التوانسه للمستشفيات الجهويه. يعني في تونس ثينك عن المسافه يعني معدل المسافه 2 كيلومتر على مستشفى جهوي توصل حتى 300 كيلومتر في توزر وتطاوين و12 ولايه على 24 ولايه المعدل المسافه بين المواطن المستشفى جهوي 100 كيلومتر. دونك نحن كي نمشيو في مشروع كيما هكا يعني تكون خطوه اوليه باش تعطي الاكسيسيبيليتي للسيتويا. وكنحبوا يعني نعملوا سياحه ايكولوجيه في باجه لازمنا انفراستركتور سونتي. دونك تعاون برشا. يعطيك الصحه ايمان. تحب تقول حاجه انت زاده؟ صوت الشاب بباجه سندوه. لازم نسندوهم خاطر المشروع نتاعهم بالحق حلمه هو في الشمال الغربي في تونس الكل. اما ماذا بينا يبدا حاجه بيلوت من الشمال الغربي؟ بالله يصوتوا لهم على ادو على 85 سرعه. يعطيك الصحه. هيا انسى انت تفضل. هاي عسلامة. روعة بركوتي عضوة في الهلال الأحمر التونسي بنفزة. احنا رانا مازلنا مكملين في الفكرة متاع المشروع متاعنا. حلمتنا مازالت متواصلة، كل يوم الأفكار تزيد، كل يوم الخدمة تزيد أكثر، وفرحتنا مع خدمتنا قاعدة تكبر أكثر وحلمتنا قاعدة تكبر أكثر. نحب نشكر الناس اللي عاونتنا الكل، نحب نشكر أعضاء الفريق متاعنا الكل، يعطيكم الصحة ويعطينا الصحة الناس الكل على خاطر نخدموا في خدمة باهية. ونحب زادة نشكر المدراء نتاع المدارس اللي مشينا لهم والليسي وكل شيء. شكرا لك. صوتوا لنا ابعث ادو على 85 010. شكرا لك روعه. اخر كلمه من عند منال ومن بعد من عند علي. اول حاجه نحب نشكر العباد اللي امنت بالمشروع نتاعنا وبفضلهم هما وصلنا للنهائي. نحب نشكر العباد اللي عاونتنا الكل، العباد اللي جات معانا متطوعين في تصوير الفيديو. نحب نشكر العباد اللي صوت لنا الكل وميرسي بوكو. نقول لهم وصوتوا لنا على الادو ادو على الرقم 85 010. يعطيك الصحه علي. انا نحب نقول اللي مهما كانت النتيجه اليوم المشروع نتاعنا باش نعملوه باش ننجزوه قاعدين نخدموا عليه مش من اليوم. فهمت ان شاء الله باش تشوفوه يغنوا عن قريب باش يزدي الخدمات نتاعه للناس الكل لتونس الكل باش حاول يمس اكثر عدد ممكن من الناس باش ناخذوا بالاعتبار النصائح والاقتراحات نتاعكم ان شاء الله باش تفيدنا برشا في الخدمه نتاعنا. هذا هو. شكرا لك علي. كلمه الختام ناخذها من عندك دكتور مبروكه. مازلت مواصله معنا ما تنساش دكتور ياسين كلبوس. نحب نشكرهم خاطر ياسر شباب ممكن في اعمارهم ولا حتى اكبر شويه كنت تحكي معه في الطريق ما نجمش يجاوبك. اليوم نشوفوا في عبيد كيلكو سوا علي وزميلته او زملائهم اللي قاعدين يحكيوا قدام الكاميرا ويعبروا على افكارهم وعلى طموح. انا نحب نقول لهم واصلوا في الخدمه نتاعكم راهو باش تسمعوا كلام باهي. وشكر زاد باش تسمعوا ياسر تنبير على الاقل هذيك الهوايه التونسيه الاولى. راهو اذا كان سمعتوا كلام ماهوش باهي عرفوا راكم قاعدين تخدموا خاطر الوحيد اللي ما يقولوا عليه حتى شيء هو اللي ماهوش يخدم. نكملوا في الخدمه نتاعكم ان شاء الله الطريق يكون سهل. اما حتى كان ما كان سهل وحتى كان صاروا مشاكل الى اخره لازمكم ديما تكملوا. نعرف ياسر اليوم البلاد معبيه بخطاب متشائم اما ديما نقول عنا كان البلاد هذه على الاقل باش نعيشوا فيها دونك نجمو كان نحاولوا ونخدموا. شكرا لك. شكرا لك دكتور ياسين الكلبوسي الخبير في برامج الصحه. شكرا مبروكه ترجع معنا في المبادره الثالثه. شكرا لكم محليه الهلال الاحمر التونسي بنفزه منال وعلي الدين. حاولوا تكملوا تصوتوا لهم قبل ما يوفى الوقت. نخرجوا فاصل قصير ونرجعوا للجمعيه الثالثه.